60 نشوف نحن ذاتنا واحد عضو مجلس سيادة، واحد وزير في الدولة، انت في الدولة انت حاكم. ماليزيا في الدولة تمردت على سلطة الدولة، قال انت عضو السيادة حقتها تقول انا محايد. يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي انت يا اخي يا اخي انت بتمثل، انت هنا بتمثل سيادة الدولة السودانية. اي تمرد تخضعه لسلطة الدولة، ما في خيار اسمه الحياة، ما في خيار اسمه الحياة، انا محايد ما في. غاية سياسي، غاية سياسي سياسي المنوط به إدارة السلطة التنفيذية في الدولة، يقول لك أنا محايد. أنت محايد، يختزل هذا الأمر في مشكلة بين الجيش وميليشيا تتبع للجيش. أنا محايد، أوكي أوكي جدا. طيب الميليشيا دي عقيدتها الغطل، بقت تغتل في الشعب السوداني، انت برضو محايد؟ بقت تسرق وتنهب في الشعب السوداني، انت محايد؟ بقت تغتصب في بنات الشعب السوداني، انت محايد؟ انت بقوا يهينوا يذلوا يدقوا الشباب بالسيطان ويقولوا بيتدردقوا في الواطه، يربطوهم يدقوا البنات والنساء في الشوارع بالكرباي في ريسينه وينزلوه من عرباتهم ويشيلوها. وانت محايد، انت غاي سياسي، انت محايد. ما داير انا اقيس الوطنيه حقتك اخي السياسي المحايد، لكن قيسها انت براك الوطنيه حقتك، قيسها انت براك. لكن انا بتكلم معاك في قيم الشعب السوداني. هل كلامك ده فيه من قيم الشعب السوداني؟ الرجوله هل فيه؟ لا. الشهامه هل فيه؟ لا. المروه هل فيه؟ لا. انا اخاف بحيادك ده تبتعد شويه 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 عن قيم الشعب السوداني، واذا مشيت محل ما جيتنا مشيت رجعت لمحل الجنسيه حقتك الثانيه بيكون افضل لنا وافضل لك.